اهلا وسهلا بكم في موديول بريفنتف ميديسن. انا الدكتوره سهام محمود، مدرس صحه عامه وطب مجتمع. النهارده هكلمكم عن البابليك هيلث سيرفيلانس او الترصد في الصحه العامه. الهدف من المحاضرة، أول حاجة احنا عايزين نعرف يعني ايه Public Health Surveillance، نعرف ايه هي أهميته وايه هي البرينسيبلز بتاعته، نعرف ايه هي أنواع والميثودز بتاعة السيرفيلانس، ايه هي الأمراض اللي احنا بنعمل لها ترصد، عايزين نعرف ايه هي الخطوات التطبيقية للترصد الصحي، عايزين نعرف تطبيق الترصد في بعض الأمراض المعدية زي الكورونا والريبس والمينينجيتس والبوليومايلايتس. عايزين نعرف يعني ايه احترم الداتا برايفاسي والكونفيدنشياليتي بتاعة البيشنت في الترصد. المحتوى بتاع البرزنتيشن اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، اول حاجه الديفينيشن اوف سيرفيلانس، بعد كده تايبس اوف سيرفيلانس، سيرفيلانس ميثودولوجي، اليمنتس اوف سيرفيلانس سيستم، سورسز اوف سيرفيلانس داتا، امبورتنس اوف سيرفيلانس داتا، ريبورتابل ديزيزز. اول حاجه الديفينيشن، تعريف البابليك هيلث سيرفيلانس هو the ongoing systematic collection analysis and interpretation of health related data essential to planning implementation and evaluation of public health practice closely integrated with the timely dissemination of these data to those responsible for prevention and control. بمعنى تاني الترصد ده عبارة عن systematic collection، جمع ممنهج للبيانات مع التحليل وترجمة البيانات ديت علشان أعرف أستخدمها في التخطيط وتطبيق وتقييم البرامج الصحية. طبعا الداتا دي انا بوصلها للديسيشن ميكرز او للمسؤولين عن الديزيز بريفنشن اند كنترول علشان يستفيدوا بيها. ايه هي الانواع والميثودز بتاعت السيرفيلانس؟ تايبس اند ميثودز اوف بابليك هيلث سيرفيلانس. There are five types and methods of public health surveillance. First type, passive surveillance. Passive surveillance عبارة عن إن أنا بستغل الملفات والسجلات بتاعة الأمراض اللي موجودة عندي في مراكز الرعاية الصحية. طبعا الطريقة دي simple وان expensive، بس فيها مشكلة إن هي limited by incompleteness of reporting and variability of quality، ان ممكن تكون السجلات اللي عندي مش كاملة او الكواليتي بتاعتها مش كويس. ده الباسيف سيرفيلانس. تاني نوع الاكتف سيرفيلانس. الاكتف سيرفيلانس عبارة عن ان انا انزل بالتيم بتاعي اروح ادور بنفسي على الحالات، تمام؟ health agencies contact health providers seeking reports، تمام؟ Ensure more complete reporting of conditions used in conjunction with specific epidemiological investigations. النوع الثالث Sentinel Surveillance. Sentinel Surveillance based on subpopulation اللي هو Sentinel Populations selected to represent the relevant experience of entire population.
السنتينل بوبوليشنز دول قد يكون مستشفى، قد يكون مدرسه، قد يكون ورك سايت، قد يكون فولنتير سايتس. ممكن يكون بالطريقتين، بالباسيف وبالاكتيف. رابع ميثود السندروميك سيرفيلانس. سندروميك سيرفيلانس فوكس اون وان اور مور سيمبتومز راذر ذان فيزيشن دايجنوزد اور لابوراتوري كونفيرمد كومبلينتس. تلايت تو سندرومز كاتيجوريز. زي ايه؟ زي مثلا ان انا اعمل ترصد للسبسس، اعمل ترصد للراش، اعمل ترصد للاكيوت فلاسيد باراليسيس. مش بعمل ترصد لمرض بعينه على قد ما انا بعمل ترصد لسيمبتومز محدده. طبعا السيمبتومز دي بتبقى ليها ديفرنشال دايجنوزس، بنعمل بعد كده فرزر انفستيجيشن، بس انا حاطه السيمبتومز دي لسهوله التعرف عليها. يعني مثلا لو انت في وحده صحيه وجالك طفل عنده اكيوت فلاسيد باراليسيس، هو الشلل رخ وحاد، ده الحاله السسبيشس للبوليومايلايتس، تمام؟ فساعتها بتبلغ دايركتلي، بعد كده الاداره الصحيه بتاخد باقي الخطوات وبتعمل انفستيجيشنز اضافيه عشان تتاكد الحاله دي بوليو ولا تاكسكلود الحاله ديت از بوليو مايلايتس. خامس نوع لابوراتوري بيس سيرفيلانس. ده تجميع الداتا بيعتمد على اللابوراتوري ريكورد، البيانات بتاعه المعامل، البيانات التشخيصيه، زي الجلوبال لابوراتوري بيزد انفلونزا سيرفيلانس بروجرام. سيرفيلانس ميثودولوجي. سيرفيلانس ميثودولوجي قد يكون حاجه من اتنين، لونجيتيودنال يعني اونجوينج داتا كولكشن فور انسيدنت كيسز، يعني بطريقه المتابعه كل ما تظهر حاله جديده ابلغ في ساعتها. الطريقه الثانيه الكروس سيكشنال، يعني كل فتره اخد شريحه من المجتمع وادور فيها على المرض من حين لاخر. تختلف دي عن اللونجيتيودنال، اللونجيتيودنال فيها فولو اب ongoing dynamic، حاجه مستمره، لكن الكروس سيكشنال كل فتره اعمل سيرفي. السيرفيلانس قد يكون population based or institution based. population based على مستوى المجتمع عامه بجميع فئاته، او institution based على مستوى مثلا مدرسه، على مستوى مستشفى، على مستوى مكان محدد. ايه اهمية السيرفيلانس داتا؟ اول حاجة الداتا اللي انا بجمعها دي بستخدمها for estimation of a health problem frequency، زي الانسيدنس ريت والبريفرنس ريت. تاني حاجة estimate severity of disease، ودي بعرفها من الhospitalization rates والdisability rates والcase fatality rates. تالت حاجة detection of epidemic، ان انا اشخص الوباء لما الاقي طبعا المنحنى بتاع المرض بيزيد بطريقه ملحوظه عن المعدل اللي انا متعوده عليه، ساعتها بقرر ان في وباء. distribution and spread of health event by time place person، ان انا بعرف توزيع الحالات الصحيه او الامراض بالنسبه للوقت وبالنسبه للمكان وبالنسبه للافراد. evaluating control and prevention measures، اقيم البرامج اللي انا عاملاها علشان اعمل وقايه وكنترول للامراض. detecting changes in health practice، facilitate planning، monitoring of change، detect natural history of disease and test hypothesis. sources of surveillance data. مصادر الداتا بتاعه السيرفيلانس قد تكون سيرفيس،
زي الناشونال هيلث اند نيوتريشن اكزامينيشن سيرفي، ريبورتد ديزيزز اور سيندرومز، الكترونيك هيلث ريكوردز لايك هوسبيتال ديسشارج داتا، vital records like birth and death certificates, registers like cancer and immunization. Elements of surveillance system. ايه هي الخطوات بتاعه برنامج الترصد؟ بتتقسم الخطوات دي لكاتيجوريز. اول حاجه الكيس ديفينيشن اللي هو تعريف الحاله المرضيه، يليها البوبوليشن اندر سيرفيلانس، مين الناس المستهدفين بالترصد، سيرفيلانس سايكل، كونفيدنشياليتي، انسنتيفز تو بارتيسيبيت. اول حاجه الكيس ديفينيشن. Case definition is a set of standard criteria for classifying whether a person has a particular disease, syndrome or other health conditions. هي عبارة عن مجموعة criteria أو مواصفات أنا بحطها بطريقة standardized محدش يختلف عليها علشان أصنف الشخص أو البيشنت أو الإنسان اللي قدامي سواء هو عنده المرض أو ما عندهوش، وبناء عليه الحالات عندي أنواع. اول نوع السسبكت، حاله المشتبهه، وانا بشتبه في الحاله بناء على الكلينيكال سيمتومز. تاني مستوى البروبابل كيس اللي هي الحاله المحتمله، دي اعلى شويه من السسبكت، ودي بتوصل للبروبابل كيس بناء على نون سبيسيفيك لابوراتوري اور ابيديميولوجيكال لينك، يعني تحليل معملي بس مش هو الستاندرد ولكن هو بيرفع الاشتباه او في ابيديميولوجيكال لينك لو حاله عندها اعراض ومخالطه لحاله ايجابيه. طيب ايه هي الكونفيرمد كيس؟ الحاله اللي انا عملت لها الكونفيرماتوري تيست وطلع ايجابي. تاني خطوه عندي سيرفيلانس سايكل. دورة الترصد بتبدأ بإيه؟ أولاً بنجمع الداتا من المصادر اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده واستناداً على الكيس ديفينيشن. بعد ما بنجمع الداتا وبنصنف الحالات لبروبابل أو سسبكتد ثم بروبابل ثم كونفيرمد، بنعمل الداتا دي أناليسس، بنعمل لها تحليل، تحليل إحصائي. التحليل الإحصائي بطلع منه بمجموعة نتائج، بترجم النتائج دي عشان اطلع بمعلومات. بعد كده بوزع المعلومات دي للجهات المسؤولة. الجهات المسؤولة بناء على الداتا اللي وصلت لها من الترصد بتتخذ اجراءات. والدائرة بتتكرر تاني. ايه هي الامراض اللي انا بعمل لها ريبورتنج او اللي بعمل لها ترصد؟ Reportable diseases are infectious diseases that are reported and monitored at national level through the National Electronic Disease Surveillance System. Communicable diseases are electronically reported from all governorates or by traditional paper method records in health units hospitals that don't have online programs. هي مجموعه امراض الانفكشوس اللي احنا حاطينها في قائمه الترصد وبيتعمل لها ابلاغ دوري. احنا عندنا 40 reportable diseases متقسمين لتو جروبس. الجروب الاولانيه immediate reporting يعني ابلاغ فوري، أول ما تشوف الحالة دي لازم تبلغ في الحال. المجموعة التانية weekly reporting اللي هو الإبلاغ الأسبوعي، كل أسبوع بتحضر قائمة بالحالات اللي شفتها أو اللي حضرت عندك في المستشفى أو الوحدة الصحية من الأمراض دي، بتتبلغ أسبوعيا.
جروب A diseases اللي هي إبلاغ فوري زي إيه؟ طبعاً على القائمة كوفيد 19، مينينجايتس، إنكفاليتس، رابيس، HIV. جروب B diseases like viral hepatitis, seasonal influenza, tuberculosis. دي قائمة الأمراض المعدية الخاضعة للترصد حسب الإبلاغ مجموعة A ومجموعة B، وهو ده بالضبط الجدول الموجود في الوحدات الصحية وفي المستشفيات. المفروض إن هما بيبلغوا قائمة الأمراض دي جروب A في ساعتها، لو شافوا حالة من الحالات دي بتتبلغ في ساعتها. جروب B بيجمعوا الريكوردز وبيبلغوها أسبوعياً. سمري، احنا اتكلمنا على definition of public health surveillance وعرفنا ايه هي اهميته وايه هي principles بتاعته، عرفنا الانواع والميثودز، عرفنا ايه هي الامراض اللي تحت قائمة الترصد وايه هي الخطوات بتاعة surveillance، عرفنا ليه احنا بنعمل application of surveillance to certain infectious diseases، data privacy and confidentiality. أول سؤال MSQ: Public health surveillance includes all activities except data collection, analysis, data dissemination, data interpretation ولا disease control. هي الإجابة اللي مش تبع Public health surveillance هو disease control. Public health surveillance can be described primarily as which of the following? A method to monitor occurrence of public health problems. The primary reason for preparing and distributing periodic surveillance summaries is which of the following? الإجابة هي provide timely information on disease patterns and trends to those who need to know it. السؤال الأخير: A case of acute flaccid paralysis comes to the emergency room during your shift. What is the appropriate action to do? احنا عارفين الـ acute flaccid paralysis هو syndromic surveillance بتاع البوليوميلايتس، وده تبع كاتيجوري A، المفروض هنبلغ إبلاغ فوري. You should report it immediately. دي الإجابات بتاعة الأسئلة. And thank you.